السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. نكمل مع بعض كتاب الطريقة السهلة للإقلاع عن التدخين. في قصة كده حصلت مع مؤلف الكتاب، إنه مرة ست مدخنة اتصلت عليه عشان تبطل وطلبت ساعتها جلسة خاصة معاه. كان ساعتها هو بيعالج الناس من التدخين عن طريقين، طبعا بالإضافة للكتاب ده، عن طريق جلسات في جروب أو جلسات خاصة. بالرغم ان الجلسات الخاصة دي كانت غالية، الا انه كان بيعملها للناس المشهورين جدا، وجودهم وسط مجموعة هيشتت تركيزهم، فده كان سبب الجلسات الخاصة دي. المهم، رفض الجلسة الخاصة لانها ما كانتش مشهورة، وقال لها تيجي في جلسات الجروب الطبيعية عادي، الجروب الطبيعية مش الخاصة، عشان اصلا معدل نجاح الجروبات كلها واحد، سواء الخاصة او الجماعية. بدأت الجلسات بتاعتها في الاخر، واتضح انها بتدخن من 12 سنة. الغريب انها طول الفترة ما كانتش بتدخن اكتر من سيجارة او سيجارتين في اليوم. طبعا لما حد مدخن يسمع عن حد بيشرب سيجارتين بس في اليوم، ده حلم كبير بالنسبة له، وممكن يدفع فلوس كتير كمان عشان بس يوصل لمرحلة سيجارتين في اليوم، دي حلم كبير. اللي لازم نلاحظه هنا ان المدخنين التفريحي دول، زي ما قلنا قبل كده، مش بيحسوا بسعادة اكتر انهم بيدخنوا قليل، ولا برضو بيسيطروا بشكل كبير على مشكلة التدخين نهائي. الموضوع مع الست دي محتاج إرادة حديدية وأقوى كمان عشان تشرب سيجارتين في اليوم بس. وأكيد الموضوع مش ممتع بالنسبة لهم، إنهم بيبذلوا كل المجهود الجبار ده عشان يقللوا عدد السجاير بالمنظر ده. الدليل إنه الست دي في جلسات العلاج المتقدمة قالت إنه أبوها مات بسبب السجاير قبل ما تقع هي في المصيدة دي، وكان سبب الوفاة سرطان الرئة، ربنا يعافينا. حالها كان زي حال مدخنين كتير قوي، انها كانت بتكره التدخين حتى قبل ما تجربه، وكانت شايفة انه حاجة سم وحقيرة وخبيثة زي دي خدت اغلى حد عندها وللابد، اللي هو ابوها. لكن للأسف، بما انه اقوى خدعة في التاريخ واشدهم خبث، وقعت برضو فيه. كل اللي بيستمتع بيه المدخن هو انه اول ما بيطفي السيجارة بتنتهي حالة شوقه ليها، سواء ده كان بسبب شوق الجسم لجرعة النيكوتين، بالرغم انه بيكون شعور شبه يعني غير محسوس اساسا، او العذاب النفسي بسبب عدم قدرته انه يهرش الحكة دي، اللي هو السجاير سم وقذارة. عشان كده بيعاني المدخن من وهم الاستمتاع ده فقط، وهو ممنوع عنها بس. زي بالظبط الاكل والشرب كده، لو عايزين نفهم اكتر، زي بالظبط الاكل والشرب، مهما طال بيك الجوع هيكون استمتاعك بالوجبة اشد. خطأ كبير بيعتقد المدخنين كمان انه التدخين عادة، بيقولوا لنفسهم يا سلام لو اقدر احافظ على عدد سجاير قليل في اليوم، او اخلي التدخين في المناسبات بس او بعد الوجبات، ده اكيد هيخلي جسمي يتعود على العدد القليل ده وهيتأقلم معاه. اللي مش بيكون داركه انه الموضوع ملهوش علاقة بقوة الارادة نهائي، لانه مفيش جسم بيتعود على نقص النيكوتين فيه ابدا، زي بالظبط انه مفيش جسم بيتعود على دقيقتين تنفس ودقيقتين تحبس نفسك مثلا، مفيش حاجه اسمها كده. الموضوع شبه التدخين، انه بيخليك محتاج تزود جسمك بجرعه النيكوتين، ومخك وعقلك الباطن مغسولين بوهم الاستمتاع زي ما وضحنا. واللي لازم تاخد بالك منه كويس قوي هو انه الموضوع مش هيستمر بعدد معين من السجاير، لانه مع الوقت جسمك بيكتسب مناعه من الجرعه القليله دي، وده بيحصل مع كل المدخنين انا متاكد. بالتالي بيحتاج جرعة نيكوتين أكبر وأكبر، مش أقل نهائي. ولما يبدأ المخدر يدمر جسمك وعقلك، ولما يدمر جهازك العصبي بالتدريج، ولما يقضي على ثقتك في نفسك وشجاعتك، بتكون أنت ساعتها عاجز، وقدرتك على تطويل المدة الفاصلة بين كل سيجارة والتانية بتقل جدا. ده بقى اللي بيخلي المدخن يتحول لمدخن شره مع الوقت. ولو جه في بالك قصة الست اللي قعدت 12 سنة بتدخن سيجارتين في اليوم دي، مش عايزك تكون حاسدها، لأنه لما مدخن يقعد 12 ساعة على ما يدخن تاني، هيكون أول ما يولع السيجارة دي بيجيله إحساس إنها أغلى وأحلى شيء على وش الأرض. أنا بشفق عليها بدل ما أحسدها بسبب الصراع الرهيب اللي كانت فيه لمدة 12 سنة. كانت بتعاني من إنها تزود جرعة التدخين عشان خايفة يجيلها سرطان الرئة زي اللي قتل أبوها، وفي نفس ذات الوقت بتقاوم إغراء التدخين لمدة 23 ساعة و10 دقايق طول السنة. الموضوع ده أكيد لاحظت إنه عايز قوة إرادة فولاذية.
اللي شايفه بقى انه لازم اي حد يفهم من القصة دي انه لو مثلا خلال اليوم جت مناسبة ليها تفرح او اخبار حلوة مثلا، هل بقى هي هتستمتع باللحظة دي؟ انا عن نفسي اشك، لانه هتقعد مستنية ال 12 ساعة يعدوا بأي طريقة عشان تحس بأحلى إحساس في العالم ده، اللي بيخلي أي متعة تانية خلال اليوم ملهاش قيمة أو على الأقل عادي. ما افتكرش دلوقتي ما وصلش ليكم كلكم إن لمدة 12 سنة ست ما استمتعتش بأي حاجة حصلت لها تفرح الست اللي قعدت 12 سنة تدخن دي؟ وده طبعا بسبب وهم وقذارة وسم وخبث اسمه التدخين، صح؟ ممكن تفتكر ان دي حالة شاذة او نادرة، احب اقولك ده بس عشان انت ما شفتش او ما تعرفش حالات كتير الا حالتك. في الاف من القصص المشابهة، بل اوحش. في صفة كده بحسها مرتبطة جدا او بتزيد قوي مع المدخنين، وهي صفة خطيرة جدا، صفة الكذب. ما تستغربش، لانه مفيش مدخن مش بيكذب على اللي قدامه لما يناقشه في التدخين. زي مثلا لو قابلت حد وقالك انه بيدخن 5 سجاير بس في اليوم، بنسبة 95% لو راجع نفسه هيلاقي انه بيدخن اكتر من 5 بكتير، ولو طولت معاه في الكلام هتكتشف ده بنفسك. لو عملت نفسك بقى مصدقه، ابعد كده وراقبه في المناسبة اللي انتوا فيها كده، هتلاقيه دخن فيها لوحدها اكتر من 5 سجاير. الكذب بقى، يعني الكذب بقى بيحبوه لأنه بيداري على عاملتهم واحتقارهم لنفسهم وعبوديتهم للتدخين. في الآخر عايز أقول لكم، بلاش تصدقوا ولا تخدعوا نفسكم سواء كنتم مدخنين أو لأ، بوهم اسمه التدخين القليل موجود أو حتى كويس، إما مدخن أو غير مدخن. مكملين مع بعض بإذن الله، ونشوفكم على خير. سلام.